لا دام يريبك يعني دام ما تشك فيه، ما تشك في تحريمه ينبغي لك أن تتركه. وذلك الإنسان دائما يجب عليه إذا لم يرد نص في المسألة صريح وفتوى واضحة وقلبه يشتبه في الأمر، عليه أن يبتعد عن الشك ويستفتي قلبه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. القلب فيه مؤشر، مؤشر واضح، وهو ضمير الإنسان وعقله الصحيح. عندما يكون الأمر فيه شبهة وفيه اشتباه، دائما المؤشر يوقظ الإنسان وينبهه ويحس صاحبه بالقلق ولا يطمئن إلى ما يقدم عليه. ولذلك تجب الناس الذين يتبعون الشهوات والشبهات يبقى في نفوسهم قلق ويحسون بأن الأمر الذي يقدمون عليه محذور، ولكنهم أحيانا لضعف الإيمان في وقت من الأوقات ينخفض الإيمان في نفس المسلم، ويبقى هو يحس في قلبه أنه غير مطمئن إلى هذا الأمر، ولكن يذهب ليبحث عن تكأة، يبحث عن فتوى، يبحث يسموها الناس فتلوكة، أي شيء يتعلق به ليرضي نفسه، نفسه غير مطمئنة. لكن عندما يجد من يفتيه، شيخ يفتيه في المسألة، يقول خلاص أني وجدت فتوى، خلاص ما عاد ينبغي أن يعني ألتفت إلى غير ذلك، ويجد لنفسه المبرر. لكن أقول الأمر عندما يكون فيه اشتباه، وعندما يكون فيه نص من الشارع، وعندما تكون فيه فتاوى متضاربة ومختلفة، والأمر من متشابهات وليس من الواضحات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتاك فلا تحتاج إلى فتوى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. وقلنا إن رواية الضم على التفريق عند أهل اللغة بين يريب بالفتح ويريب بالضم، وأن يريب هي أضعف في معنى الشك، تكون معنى رواية يريب هي أبلغ في هذا المعنى، وتكون أحوط في الابتعاد عن كل ما يشك فيه ولو كان الشك ضعيفا. هذه الفائدة التي تفيدها رواية الضم، يعني حتى لو كان الشك ضعيفا فيما تظن أو تشك فيه بأنه حرام عليك أن تدعه، ليس بالضرورة أن يكون الشك قويا، لكن يريب معناه هناك شك مستوي الطرفين. الشك دائما هناك يقين وعلم، وهناك شك وهناك وهم أو شك ضعيف. اليقين هو إدراك الطرف الراجح، اليقين هو العلم، العلم اليقين الذي لا يرد عليه شك أبدا. والظن هو إدراك الطرف الراجح، يغلب على الظن، والأحكام الشرعية كلها مبنية على غلبة الظن، ما يغلب على ظنك أنه صواب عليك يجب عليك أن تفعله. والشك هو إدراك الطرفين على حد سواء، والوهم هو إدراك الطرف المرجوح. ويقول أهل العلم إن ترك المشكوك في تحريمه هو من أعظم أبواب الورع، ترك المشكوك في تحريمه من أعظم أنواع، من أعظم أبواب الورع، ويقسمونه إلى أبواب ثلاثة: واجب ومندوب ومكروه. انظروا كيف يرتبون حتى على المشكوك أحيانا ما هو واجب. فإذا كان ترك المشكوك في تحريمه يؤدي إلى محرم فيجب تركه. أمر المشكوك فيه، ولكن الشك الذي في ذهنك أن هذا يؤدي إلى محرم فيجب عليك ترك ذلك المشكوك.